إنا وإن آباؤنا عظمت لسنا على الآباء نتكئ، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. أولئك آباؤنا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نشأوا على تنزيل العزيز الحميد وترعرعوا في تعاليمه وتوجيهاته، هم ومن بعدهم ممن سلك مسلكهم ونهج طريقهم إلى يومنا هذا. آباء كبار عظماء ذكرهم خالدة، نعتز بهم بل يعتز بهم كل عربي وكل مسلم وكل إنسان منصف في هذه الدنيا، فيفخر بعقيدتهم القويمة وأخلاقهم المستقيمة وقلوبهم المطمئنة بذكر الله ونفوسهم التي تحلت بالعلم وتحصنت بالعمل وتجملت بالإخلاص له، فدعت إليه على بصيرة وجاهدت في سبيله بكل صنوف الجهاد الحق. الله أكبر. أولئك آباؤنا، منهم شمس الشموس إمام الحنابلة وشيخهم في عصره، الفقيه الصالح، ذائع الصيت، دائم الفكر، سريع الدمع، عبد القادر الجيلاني. هو الجد الأكبر لعائلات عديدة منتشرة في الأردن وفلسطين والعراق وتركيا ومصر وسوريا والسعودية وقطر ودول إفريقيا. صنف الشيخ عبد القادر مصنفات كثيرة في الأصول والفروع وفي أهل الأحوال والحقائق، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها المصور، وستبقى مدعاة فخر واعتزاز على مدى الأيام والأجيال. نذكر منها على سبيل المثال للحصر أوراد الجيلاني، دعاء البسملة، الرسالة الغوثية والتي توجد نسختها في مكتبة الأوقاف في بغداد، ثم رسالة في الأسماء العظيمة للطريق إلى الله، آداب السلوك، حزب الرجاء والانتهاء، وتحفة المتقين وسبيل العارفين. ومن أشهر كتب الشيخ عبد القادر في الأخلاق والآداب الإسلامية الغنية لطالبي طريق الحق، وكذلك فتوح الغيب ومقالات في العقائد والإرشاد. وكما كان بيت الحكمة في القيروان منتداً للعلماء والفقهاء ومنارة تروي الظمآن، كانت بغداد هي الأخرى موطن الكتاب والكتاب، فمن أكبر خزائن الكتب في العراق في العصر العباسي بيت الحكمة، كان معهداً عالياً للعلوم أنشأه الرشيد وعظم شأنه في زمن المأمون. الزائر لبغداد إذا مر بين شارعي السعدون والرشيد مرت به آية تلو آية، من تمثال أبي جعفر المنصور إلى الشاعر النواسي إلى تمثال المتنبي، وكل تمثال يمثل قصة عظيمة أدبية ووقفة تاريخية وفنية. لكل تمثال مرجانة وهي جارية علي بابا، تصب الزيت على رؤوس اللصوص في الجدار، تشكيل فني يبقى عالقاً بذهنك. وما دمت الآن أو غداً أو بعد غد في خاطرك زيارة بغداد تلك الرحاب الندية، فلابد لك أن تصلي ركعتين في مسجد الشيخ وتقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وخفف الوطأ وأنت تقف أمام ضريح شمس الشموس عبد القادر الجيلاني الغائب الحاضر. للعلم ليس إلا يقع الضريح والمسجد في باب الشيخ من جهة الرصافة من بغداد، ويسمى بالحضرة القادرية التي تعد بحق صرحاً معمارياً مهماً في بغداد. وقد سميت الساحة القريبة منه باسمه ساحة الجيلاني. تذكر أخي الزائر بادئ ذي بدء الرصافة، وتذكر الشاعر علي بن الجهم إذ قال: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. ولد شيخنا عام 470 هجرية،
دفن جده في ضاحية من ضواحي بغداد الجنوبية، قبره هناك. أنشئ عنده مسجد يسمى مزار السيد عبد الله، ويقع على الضفة الجنوبية من قناة اليوسفية على بعد 10 كيلومترات إلى الغرب من قرية اليوسفية، حيث يمر فيها الطريق الموصل بين بغداد والحلة. وصل الشيخ عبد القادر بغداد عام 488 هجرية في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله. انتسب إلى مدرسة الشيخ أبو سعيد، وكانت تقع في حارة تسمى الآن محلة باب الشيخ. أمضى من عمره النفيس 30 عاماً يدرس العلوم الشرعية، وتفقه على يد شيوخ الحنابلة. قاس الشيخ ما قاساه في عهد مضطرب من الخلافة العباسية وضيق العيش ومرارة الحرمان، لكن نفسه لم تجزع في طلب العلم، مما حدا بأستاذه أن عقد له مجالس الوعظ في مدرسته 3 أيام في الأسبوع. وعندما زحف الأمراء الأتراك بجيوشهم نحو بغداد واستولوا عليها ونهبوا دار الخلافة وتنازعوا على السلطة، ضعف الوازع الديني، وهنا ظهر عدد من دعاة الخير، وفي المقدمة الشيخ عبد القادر. وبعد أن توفي الشيخ أبو سعيد المبارك، أصبح الشيخ عبد القادر خليفته في مدرسته، فجلس فيها للتدريس والفتوى. وكانت شخصيته الفذة وحبه للتعليم من أهم أسباب إقبال طلاب العلم على مدرسته، فأضيف إليها ما جاورها من المنازل، وعمل الأغنياء على عمارة المدرسة حتى تمت توسعتها عام 528 هجرية وصارت منسوبة إليه. وفيها تكلم في 13 علماً من علوم اللغة والشريعة، كان يقرأ القرآن الكريم بالقراءات، وكان يفتي على مذهبي الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما الرحمة. كان الشيخ عبد القادر لا يروي في كتبه وخطبه غير الأحاديث الصحيحة، كان له باع طويل في نقد الحديث، وكان يشرح الحديث في معناه اللغوي ثم ينتقل إلى شرح مغزاه، وبعدها إلى استنباط المعاني الروحية منه. وهكذا جمع بين ظاهرية المحدثين وروحانية الصوفية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على ذكر الصوفية، كان حريصاً على نظم القصائد وكتابة لآلئة إبداعية في حب الله. التي أبان فيها أنه دائب الشوق والحنين لرب أسبغ عليه روافد النعم. لقد سارت أشعار الشيخ التي خلت من الأعراض التقليدية مدح دم غزل ورثاء في كل صقع وواد، وملأت رحاب الدنيا وتلقفها مريدوه المنتشرون على ظهر البسيطة، ومع الأسف المرير أضحت عرضة للزيادة والانتحار. وافاه الأجل المحتوم ليلة السبت 10 ربيع 2 بعد أن بلغ 90 من عمره عام 561 للهجرة. لقد أنجب عدداً كبيراً من الأولاد، تخرجوا على يديه في العلم وأصبحوا من أكابر الفقهاء والمحدثين، وكان في طليعتهم الشيخ عبد الوهاب الذي عينه الإمام الناصر لدين الله على ديوان المظالم، ممن سلك من أولاده سبيل الصوفية الشيخ عبد الرزاق. وحتى لا ننسى، امتدت يد التخريب إلى المدرسة القادرية والمسجد الجامع على يد المغول، وعمرا على يد من أسلم من سلاطين المغول، ثم نالهما التخريب على أيدي الصفويين في القرنين 10 و11 الهجريين، وعمرا
على يد السلاطين العثمانيين. وفي عهد السلطان مراد الرابع بنيت المدرسة والمسجد مجدداً، وأطلق عليهما اسم جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني. وإن نسينا فلن ننسى مكتبة المدرسة القادرية العامة، فهي خزانة من خزائن كتب العهد العباسي. أنشئت لأول مرة ضمن مدرسة علمية على المذهب الحنبلي، ويعتبر مبارك بن علي واضع نواة هذه المكتبة، إلا أن الشيخ عبد القادر هو المؤسس الحقيقي لها. هذا هو عبد القادر الجيلاني الذي حباه المولى شخصية فذة ونفوذا روحيا، فكان يسيطر على قلوب المستمعين إلى وعظه ويستهوي نفوسهم بالتلذذ بحديثه. افترى عليه البعض ومن بينهم مؤرخون، فتصدى لهؤلاء العديد من محبيه ومريديه، فندوا مزاعمهم. وكان في طليعة هؤلاء المدافعين الشيخ محمد المكي التونسي المتوفى عام 1916 للميلاد، في رسالته الموسومة بالسيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني.